وزي ما قلنا الاوبتيك كانال بيبقى فيها النيرف اللي هو معروف باسم الاوبتيك نيرف، والشريان المعروف باسم الاوفثالميك ارتري، وده شرحناه زي ما قلنا في اخر فيديو من فيديوهات الانتيرو كرينيال فوسا. لو جت فرصه ممكن نقوله تاني يعني. انا يمكن هبدا معاك بالاوبتيك كانال، معلش يعني هضايقكم شويه، انا قلتها قبل كده بس نقولها تاني برضو عشان في حته كده عايز ازودها. ماشي، يبقى هبدا معاك باول سبوت عندنا اللي هو الاوبتيك كانال فور ذا اوبتيك نيرف اند ذا اوفثالميك ارتري. طبعا يا شباب زي ما احنا شايفين انا عندي هنا ادي الاي بول او ادي كره العين، في نيرف اسمه نيرف الابصار او الاوبتيك نيرف، وده اللي هو بيطلع من جوه الاي بول، يعني بيتكون بداخل الاي بول و او داخل كره العين ويبدا ان هو يطلع كده. بالك في واحد تاني اخوه الناحيه التانية، النيرف ده بنسميه الاوبتيك نيرف. وبمناسبه يا شباب احنا اخدنا حاجه اسمها زمان كتير جدا في ليجو نيك، حاجه اسمها الكرينيال نيرفز. ماشي، الكرينيال نيرفز اول نيرف منهم او اللي هو رقم واحد اللي هو النيرف اللي احنا اخدناه هنا اللي هو الاولفاكتوري اللي هو بتاع الشم، اللي هو كان بيعدي في الكريبري فورم بليت، الكريبري فورم بليت اوف ذا ايزمويد بون، اللي هي حته المثقبه في الايزمويد بون، ده كان الكرينيال نيرف رقم واحد. الاوبتيك نيرف هو الكرينيال نيرف رقم اثنين او اللي هو نيرف الابصار. يمكن اخدنا هنت عن الاولفاكتوري نيرف، يمكن هتلاقي هنت كده بسيط عنه في النيزل كافيتي، ويمكن هتسمعوا مني تاني في علم النيورو برضو. الاوبتيك نيرف لا يعتبر لسه ما شرحتوش في الاوربت او ما شرحتوش في منطقه الاي لسه، واخد بالك؟ طيب المهم انا اللي يلزمني ايه في السكال او يلزمني في منطقه الميدل كرينيال فوسا انه ممكن يجي يعلم لي على الايه الكنال ديت اللي هي الاوبتيك كنال، فاقول له ساعتها الاوبتيك نيرف. الاوبتيك نيرف في الحقيقه هنا وهنا بقى الحته اللي احنا تلزمنا بيتحدوا مع بعض هنا في المكان ده، و بيتاخدوا مع بعض كده ويدوني هنا الايه البتاع ده، ده بنسميه الاوبتيك كيازما. يبقى الاوبتيك نيرف هنا وهنا يتحدوا مع بعض ويدوني حاجه اسمها الاوبتيك كيازما. الاوبتيك كيازما صعب شويه نتيجة في الامتحان بس اهو اعرفها برضو. ممكن يجي يعلم لك هنا زي ما احنا شايفين هنا يا شباب، ده الانتيرو كلينيك بروسيس وده الانتيرو كلينيك بروسيس، ممكن يجي يعلم لك خط كده واخد بالك بايه بالطول ما بين الاثنين انتيرو كلينيك بروسيس، تقول له ساعتها الايه تقول لي ده هنا الاوبتيك كيازما خلاص كده. ومناسبه المنطقه دي ممكن نسميها اوبتيك جروف، يعني شق كده اسمه الاوبتيك جروف فور ذا اوبتيك كيازما، او ممكن نسميه سالكس، سالكس كيازماتيكس. سالكس يعني برضه شق بس عشان هو بيبقى فيه الكيازما فبنسميه سالكس كيازماتيكس، او الاحسن بقى اسم الخفيف الاوبتيك جروف. يبقى انا لو جه اعلم لي بص بقى عشان الفرق، ايوه لو جه علمني هنا في الحته دي كده على الاوبتيك كانال يبقى اقول له دي الاوبتيك كانال فور ذا اوبتيك نيرف. طب لو جه علمني في الحته دي هقول له ده الاوبتيك جروف فور ذا اوبتيك كيازما، يبقى انا عندي اوبتيك نيرف هنا واوبتيك كيازما هنا، عندي هنا حاجه اسمها اوبتيك كانال وعندي حاجه اسمها هنا اوبتيك جروف، خلاص كده. يبقى هنا دي اوبتيك كانال فور اوبتيك نيرف، دي اوبتيك جروف فور اوبتيك كيازما، خلاص كده. طيب خلاص يا شباب، يبقى لو علمني هنا هقول له اوبتيك نيرف، طب لو علمني هنا هقول له اوبتيك كيازما. طيب ادي الاوبتيك نيرف وادي الاوبتيك كيازما، انا عارف ان انا ممل، وراهم هنخش هنا في المنطقه دي اللي احنا بنسميها السيلا تيوريسيكا، ودي المنطقه بتاعت البيتيوتري جلاند. انا عايزك بقى تحفظ معايا كده ان منطقه الهايبوفيزيا الفوسا تقع ما بين الانتيرو كلينوي بروسيس قدام والبوستيرو كلينوي بروسيس ورا، لان هي تلزمني. لما نيجي نبص كده على منطقة الهايبوفيزيا الفوسا والبيتيوتري جلاند هنروح للرسمة الشهيرة اللي احنا كلنا حفظناها. لما جينا قربنا على المنطقة دي اللي هي منطقة الهايبوفيزيا الفوسا، ادي المنطقة بتاعة الهايبوفيزيا الفوسا او اللي هو مسميها السيلة تيوريسيكا، خلاص احنا قلنا بقى هايبوفيزيا الفوسا وسيلة تيوريسيكا واحد مش هنخش في دي في التفاصيل يعني. المهم البيتيوتري جلاند بتخش تريح فيها، لكن اللي يلزمني قوي في الامتحان ان انا قدام البيتيوتري جلاند هنا في بروسيس اسمه الانتيريور كلينويد بروسيس، ورا هنا قالك في عندي بروسيس اسمه البوستيريور كلينويد بروسيس، وفي الحقيقه الاثنين بيمسك فيهم جزء من المينينجيز، جزء من الديورا ماتر. الجزء ده يا شباب اسمه الدافراجما سيلي، زي بالظبط فكره الدافرام او عضله الحجاب الحاجز، هي نفس الفكره. في عندي هنا الدافرام واخد بالك بيجي يغطي المنطقه دي اللي هي منطقه الهايبوفيزيال فوسا، ونكمل مع بعض كلامنا